السلام عليكم. طارق الصحراوية داخلة كان في أيام الاستعمار كيداير هو داخل كيداير ناس كبير تصور بعدا كانوا في ولاية في الاستعمار كحدا ويمكن البحار الناس ريجات باراسول الكاريط هذا ديال الاستعمارات دراجات ديال الحديد باقيين عايشين هذوك كانوا المغاربة صانعينو ومشاو وشرف الناس الصحة والعمل هذا التاجر لا كيجيو الاستعمارات